وبنهاية فقرات ضيوفنا ونستقبل بآخر ضيف معنا بحلقتنا لليوم، بلشنا نقرب لموعد الامتحانات وبلش هذا التوتر والضغط عند الأهل، مو بس عند الطالب، الأهل بتحسين أنه هن اللي عم يدرسوا وهن المضغوطين، هذا ضغط يعني بشكل عفوي لوين عم بيروح؟ على الطالب يعني. صحيح. وقت أنا بدي أكون مضغوطة ومتوترة فابني إجباري بده ياخذ مني يعني. بس في بعض التعليمات اليوم هيك حابين نحكي فيها، كيف نحن نخفف من هذا التوتر؟ أكيد. كيف ممكن نحن نستعد يعني للمرحلة القادمة؟ طبعا معلومات كتير مهمة الأهل حيستفيدوا منها. أكيد كتير طلاب بيتساءلوا كيف أنا لازم أدرس، في طلاب حتى الأهالي بيوتروا الطالب إنه إذا ابني ما درس قدامي 24 ساعة معناتها هذا ما بيكون عم يدرس، وفي أهالي بيكونوا أخف، لهيك لحتى نساعد الطلاب شوي ونقدم لهم بعض النصائح معنا ضيفنا اللي صار معنا بالاستديو الاستاذ مصطفى برهو. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير حضرتك استاذ مختص بماده الرياضيات، وقت بنقول كلمه الرياضيات بتلاقي هيك عشرات اشارات الاستفهام يعني. اليوم الطلاب يعني رغم يعني هي اهميه هاي الماده، ولكن دائما في هيك نظره خوف من الرياضيات. خلينا نحكي عن بدايات هذا العلم لو بشكل سريع. هلا الرياضيات هي معارف كثير، معارف مرتبطه بحياتنا بشكل كثير واضح. اذا حكينا عن مصطلح رياضيات ككلمه هي مشتقه من كلمه ماثماتكس، واذا حكينا عنها بواقعنا اليومي بعالمنا الرياضيات هي شيء مهم ولها ربط جوهري بالعلوم الاخرى مثل الفلسفه، الطب، الهندسه، بالاقتصاد، بالاجهزه الالكترونيه. فنحن شايفينها بشكل كثير ظاهر بحياتنا. انت ليش اخترت هالاختصاص يعني؟ هي ماده ممتعه صراحه، وبحر واسع. شوف انا بحب ما بحب الرياضيات، هاي من الاخر يعني، مشان ما اقعد نجمل الواقع واقول انا عندي شغف كبير لا، ولكن بفتره من فترات حبيت اني اكسر شيء بحياتي، فرحت عملت حساب ذهني، فكانت المفارقه كثير كبيره الرياضيات. يعني انا لا بحب الرياضيات ورحت على الحساب الذهني، فيت عن جد فيها متعة القصة يعني. فممكن اليوم كمان الاستاذ له دور بهي القصه. ماده الرياضيات اليوم هي مثل اي ماده ثانيه، فيني اعتبرها هي ماده سهل ممتنع. هلا انا كيف فيني خفف على حالي فيها؟ انه انا اذا ابحرت بهالماده، اذا تعمقت فيها. هلا مثل ما قلتي انه انت ممكن ما بماده الرياضيات، بس اليوم انا اذا تعمقت بالماده الرياضيات مثل ما بحب اي ماده ثانيه، التاريخ، العلوم، واهتميت بتفاصيلها وزدت معرفتي فيها، هذا الشيء رح يزيد من سهولتها بالنسبه لي، بالنسبه لمتاعتها. فهي مثل ما قلنا هي كثير بحر، كثير حلو يعني. طب شو هي الاسباب استاذ اللي بتخلي طلاب يلاقوا هذه الماده سهله وطلاب يلاقوها صعبه؟ شو السبب الاساسي؟ يعني تحكيني ملاقيها صعبه. ما انا بلاقيها صعبه ما بحبها. اليوم طلابنا مو كلياتهم نفس السويه العقليه، بس بالنسبه للطلاب اللي كلياتنا ممكن نوصلهم للسويه العقليه اللي نحن اللي هي تبع الطموح والمثابره. كيف بدنا نخليها ماده سهله؟ هذا الحكي اكيد ما رح نعتمد مثل ما اعتمدوا اسلافنا قديما، انه بتعتمد على بناء الذات وبس، انه يلا عندك هالماده احفظها ومطلوبه منك بساعات تكثيف مثل ما تفضلتي حضرتك وقلتي انه ندرسها بس هيك. فينا اليوم نعتمد على فكره انه هي الماده بتعتمد على بمنهاجنا الحديث، التطور العلمي اللي وصلنا له والتكنولوجيا، على الحس الفكاهي، على الحس البصري، مجسمات، كمان الدواعي النفسيه والجسمانيه بهذا الموضوع. فعلى هذا الاساس ممكن طور قدراتي فيها، ممكن انا ازيد مثابرتي فيها، ممكن مرن حالي انا اذا حبيتها اكثر، ممكن الاستاذ اذا كسر رياضيات تماما، اذا الطلاب حبوا الاستاذ وكان مقارب لعمرهم كجيل، ممكن صحيح. هذا بيزيد من حب الماده له وبيستوعبها اكثر، فهذا التقارب كمان بيلعب دور كثير كبير. اي صف عم تدرس حضرتك؟ مرحله اعداديه، سابع، ثامن، تاسع. بتحس في رفقه بينك وبين الطلاب؟ اي كثير كثير، بخلق الجو انه انا ما فوتهم بمود الرياضيات وبس، انه لا فيني انا مثلا اذا حسيتهم فاتوا بجو الملل، طبعا بحس انه مثلا خلص هون في ضحكه، في نهفه، هون ساعات الطالب بيرتاح لهذا صحيح. الموضوع وبحب الماده اكثر، بصير بده ينجذب اكثر، بضل مركز معك. هو محبه الاستاذ يعني بتحبب الماده يعني. انا بتذكر اسماء انصات واساتذه بالابتدائي، استاذ جورج وسوف، ما بعرف يعني اليوم وين ايامه، الله يبعث له الخير، استاذ الرياضيات عندي جورج وسوف، يعني
السهل الممتنع، يعني الاستاذ الصعب جدا والسهل جدا بنفس الوقت، يعني كان يتبع معنا الاسلوب، يعني مثل ما بيقولوا خد وعين القصه يعني. بس انا كنت ارعب وقت اشوفه، وقت الكاريزما كانت يعني بتلبق للاستاذ رياضيات عن جد. يعني هلا كثير من الاهالي بيقولوا انه هنهم بيحددوا مصير اولادهم احيانا مرحله التاسع، بعد التاسع العاشر انا بدي سجل ابني ادبي او بدي سجله علمي، لا هو ما نو زياده، ممكن يكون الولد اذا تدرب او شوي اندمج بهي القصه ممكن يفوت علمي. انه هون الدور بيرجع لمين، للاهل او للطالب؟ هلا هي كفكره ما في، مو يعني ما فينا نحن نطلب من الاهالي انه ما يتعمقوا فيها، بالعكس يتركوا الطالب يختار الشيء اللي بيحبه. بنفس الوقت كمان فينا نعتمد على دور المعلم ودور الأهل، نربطهم لأنه هن الاثنين مشتركين بنفس الفكرة. بس جزء المعلم هو جزء كتير بسيط وبينتهي دوره بالمدرسة، أما دور الأهل مثلا كمان في عنا أهالي ما عندهم تحصيل دراسي، فأنا ممكن لأنه ما عندي تحصيل دراسي بدي احقق حلمي بامي. ايوه تماما، هذا شيء خاطئ. لا ما صيدلي دكتور وما بيحب الطالب، مفروض لا ما هيك، انا ابني اختار المجال اللي هو بحبه، ومفروض كلمه ايجابيه ممكن هاي بتشده، ممكن ترفعه من الكرهه للماده ممكن، او من عدم قدرته على استيعابه لهي الماده. فاليوم اهلنا كثير لهم دور كبير بحياتنا. معك بالسلبي وبالايجابي، ونحن هلا مقبلين على امتحان رح نشوفها، نرجع نشوف هذه الصورة انه الاهالي متواجدين على ابواب المراكز. صحيح. ناطرين الشباب والصبايا ليطلعوا من الامتحان. خلينا هيك بشوية نصائح من حضرتك لكل الاهالي اليوم وللطلاب، كيف مفروض نحن نستعد لهي الايام العصيبة؟ نحن قلوبنا معكم يعني. هلا تفضلتي حضرتك انه نحن على ابواب فترة امتحانية، يعني نحن هلا وقتنا كثير محدود، ونحن عنا نوعين من الطلاب، طلاب ماشي بدروسها اول باول ومحضرة واستيعاب او عم تعمل تمرينات رياضيه او اي ماده ثانيه مو بس ماده الرياضيات. هذا النوع من هذا الوقت اللي معه اياه ما بيكفي انه يكون هذا الوقت انه خلص انه انا ممكن اموري وخلص انا كبيت الماده، انه انا خلص ما في داعي ارجع عيدها. لا، مفروض انه انا رمم الثغرات والاخطاء اللي انا مريت فيها وزيد من اوقاتي بنفس الوقت برفع عن نفسي. اما الطلاب اللي لسه ما قربوا على كتابنا، انه انا قلت يلا لسه انا ماني حاسس، ما بحب الماده، ما راح افتحها لوقت الامتحان، ما بعرف شو، لا هذا ما بقى رح بشره بخير، انه هو لسه امام وقت ممكن اذا نظم وقته زاد ساعات الدراسه تبعيته ممكن يلحق. اي ممكن هذا، وكمان هذا الشيء بيتم عن طريق خلق جو بيئه، يعني ممكن ادرس بحديقه، ممكن يعني ادرس مع رفيقي، ادرس بكافيه بنفس الوقت. بنفس الوقت هذا التكثيف الدراسي تبعي ما بخليه بس دراسه مشان ما اشعر بالملل انا. لا، انه بلحق ان شاء الله بلحق، بس انا علي اني انا مرن حالي واتقن دراستي، انه مو مثل ما قلنا انه انا درست حتى الطالب اللي مخلص، انه انا درست وخلص، لا لازم ارجع عيد، لازم ارجع ولازم انه اتخلص من التوتر والضغط اللي انا فيه. اهم شيء الاهل اكيد. اي انا شو قرر بالنسبه لفكري، فممكن رح يصير خلص بقرر بانه انا رح اكون انسان ناجح، انسان عظيم، انه انا نجاحي هلا رح يتم، مو انه خلص رح فشل حالي، ما معي وقت، الوقت ضاع. بهالآلية هيك ممكن يعني انا هي صوت وصدى بالنهايه القصه يعني. دائما احنا بنطلب من الاهل انه بيامنوا فكره انه في فروق فرديه بين الاشخاص، فنبتعد عن موضوع المقارنه. بنشكر حضورك لليوم، وبنتمنى تمرق هيك الفتره سهله على الاهل وعلى الطلاب. شكرا لك الاستاذ مصطفى البرهو، وحضرتك استاذ الرياضيات، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك استاذ، وبنتمنى التوفيق لكل الطلاب اللي مقيمين هلا على فتره الامتحانات.